الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم اما بعد مستمعي الكرام. نعيش الان مع الوحده السادسه من وحدات ماده التوحيد. وهذه الوحده انما تتعلق برساله النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من احكام. وكما عهدنا فإن الوحدة تشتمل على بعض الدروس، وهذا الدرس سنتناوله في هذه العناصر. العنصر الأول سنعرف فيه النبوة والرسالة، وكذا سنقف على الفرق بين النبي والرسول، وكذلك الإيمان بالرسل، وأيضا العنصر الثالث سنتحدث فيه عن إثبات نبوة الأنبياء بالمعجزات وغيرها. وهي الادله على ان الانبياء هم فعلا انبياء الله الذين ارسلهم الى خلقه. كذلك سنقف في هذا الدرس على عموم رساله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين. فالانبياء جميعا قد اتوا الى اقوامهم بينما محمد صلى الله عليه وسلم قد اتى الى الناس كافه. كذلك سنقف في هذا الدرس على الحديث عن ختم النبوه. وحكم المفاضله بين الانبياء واخيرا نتناول مناقشه اهل الكتاب في دعواهم بان محمدا صلى الله عليه وسلم ارسل للعرب خاصه اما عن العنصر الاول وهو تعريف النبوه والرساله والفرق بين النبي والرسول فان نبدا بتعريف الرسول فالرسول ماخوذ من الارسال وهو التوجيه وهو الاطلاق أرسل فلان فلاناً أي وجهه إلى مكان كذا وأطلقه أي أطلق له الحركة إلى حيث يريد فالرسول مأخوذ من الإرسال بمعنى أن الله تبارك وتعالى أرسله إلى البشرية موجهاً إياه الرسول من حيث التعريف كذلك هو من بعث برسالة وكلف بحملها وتبليغها ومتابعتها الرسول سيؤدي رساله الله الى خلقه حيث كلفه الله تبارك وتعالى بحمل الامانه وتبليغها اما عن النبي فالنبي ماخوذ من النبا وهو الخبر وما يتعلق بالخبر الذي يتعلق بالخبر اما مخبر وهو الذي ارسل واما مخبر وهو المرسل اليه اما المخبر فالمعنى ان الله تعالى امره ان يخبر غيره بوحي الله واوامره. المخبر هو من ارسله الله، الله ارسل رسوله فالرسول هو مخبر عن الله تبارك وتعالى. اما المخبر فهم الخلق الذين ارسل الله اليهم انبياءه ورسله. فالمخبر ان الله تعالى اخبره واوحى اليه بان ياتي الى الناس فيعلمهم ويهديهم ويعلمهم الكتابة والحكمه. اما الفرق بين النبي والرسول. قيل ان الرسول من اوحي اليه بشرع بشرع وامر بتبليغه. قيل من بين التعريفات لان التعريفات كثيره منها ان الرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه، والنبي من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والحقيقه ان هناك تعريفات كثيره نختار منها ان النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ اي او هو الضمير هنا يعود على الرسول والرسول ينبئ بما انبا الله به فان ارسل مع ذلك الى من خالف امر الله ليبلغه رساله من الله اليه فهو رسول واما اذا كان يعمل بالشريعه قبله أي إن هذا الرسول يؤدي رسالة من كان قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله يبلغه عن الله رسالة الله عز وجل فهو نبي وليس برسول